الساعة 4. سيارة الجيب لون أحمر. أحمر. خمس شهر جددة. بدي كمان رد أخذ لون الأوراق. رحت بدي أقدم بالمفوضية. قالوا لي هذا الموضوع نحن بنرشحه. انتوا ما بحل لكم تقدموا نهائيا، نحن بنختار الملفات هاي. قلت خلاص قعدت ما في اي مشكله. ولكن وقت مرض ابني صراحه قدمت، اخذت اوراق يعني تقرير المرض والتقارير كامله، حتى تقرير اصابتي انا اخذتهم وعلى كذا سفاره. عشان كده بقى ما في الا يمكن القسم جماعة أمريكا هني يعني اللي تواصلوا معي، وإن شاء الله تعالى بلكي تزبط الأمور. أنا أولا وأخيرا بهمني علاج ابني يعني. شيء مكلف جدا يعني العلاج، مو يعني يمكن بدك تقولي مئات الألوف علاج الكانسر. إذا خلصت مثلا الداعم وقف لا سمح الله، عارف كيف أنا منين كيف بدي أعمل بابني؟ أترك ابني يموت يعني؟ بدي احكي له انه الشعب السوري يعني من يوم يومه كان عزيز النفس، ولكن شيء اجباري، شيء غصب عنه صار بهالموضوع هذا، وتخلى عن الشعب السوري تقريبا بمحنته كل العالم. والمشكله اللي صارت هلا بسوريا ما عاد نعرف مين صح ومين غلط، عارف كيف؟ اللي بوصلوا لترامب يعني بترجى هيك من الله سبحانه وتعالى انه يعني ينظر بنظره الانسانيه والرحمه للاطفال، عارف كيف؟ انا لو كان علي، لو انا المريض ما عندي مشكله عادي، يعني قديش بدي اعيش كمان ما عندي اي مشكله، بس الاطفال هن المهمين. الاطفال المعجنات بساعد ومساعد يعني، بس انه ما في حد يعني ما امنيتي انه محمد يتعافى ويعيش حياه يعني بدي اقول لك سعيد شوي يعني. هاجي نحن مثل ما بقولوا دقنا المر، بس اني خليهم يعني ينسوا اسئله جديده بالفوريه. ضمن هذا الموضوع انا بدي اعطيهم هذا إياد. شو اسمه؟